في من مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة اليابانية طوكيو من مجلس الوزراء بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني من مقر مجلس الوزراء الياباني. بها هذه الجهود حيث يتم التوقيع على المشاريع في اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية اليابانية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 2 تريليون ين في مجالات مثل الطاقة الكهربائية تشارك فيها الشركات اليابانية. وهذه خطوة هامة من شأنها دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مرحلة جديدة، ونحن في الحكومة عازمون على تقديم مزيد من الدعم للأنشطة التي تقوم بها شركاتنا في مصر. ピラミッド近郊で建設されている大エジプト博物館の建設計画への追加円借款の協議を早急に進め、人材育成、日本の医療機器、技術を活用したエジプトの医療水準向上など、今回の首脳会談の成果を通じて、両国のつながりがより一層拡大されることを大変嬉しく思います。وبالإضافة إلى ذلك يسرني أن أرى آفاق التعاون تتوسع من خلال نتائج لقاءاتنا اليوم، ويتمثل ذلك في تسريع عجلة القروض الإضافية لمشروع بناء متحف مصري كبير قرب الأهرام، وكذلك تأهيل الكوادر البشرية ورفع مستوى الخدمات الطبية المصرية من خلال استفادة من التجهيزات والتقنيات الطبية اليابانية. その他グローバルな課題でも日本とエジプトは安保理非常に理事国として地域および国際社会の平和安定および繁栄に貢献していくことで一致いたしました。فيما يتعلق بالقضايا الدولية الهامة لقد وصلنا إلى تفاهم تام حول الإسهام في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في كل من المنطقة والمجتمع الدولي. بصفتنا دولتين من دول غير دائمة العضوية في المجلس الأمن. こうしたあらゆる面をあらゆる面での協力関係を通じて日エジプト関係を LCC 大統領とともに一層飛躍させていきたいと思います。هكذا فمن خلال تعزيز العلاقات التعاون في كافة المجالات يشرفني أن أعمل لإحداث قفزة نوعية في العلاقات الثنائية مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ありがとうございます。シクランジャジーナ。それでは続きまして LCC 大統領からご発言をいただきます。الآن ندعو فخامة الرئيس المصري سيد عبد الفتاح السيسي. شكرا فخامة رئيس الوزراء شينزو أبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أعبر عن تقديري لحفاوة الاستقبال التي لقيناها خلال هذه الزيارة المهمة، والتي أكدت مجددا خصوصية العلاقات بين مصر واليابان وحرص البلدين والارتقاء بها بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الصديقين. مازو حجمني أبي سوريجني كان شمو شاقي مصر جهي بككي جاي أمانيكي الله نمينا نويت. مازو حجمني كنو جيونا هونيتي نعتري我々がいただいた日本政府の熱い歓迎ぶりに歓迎を表いたします。今回の訪日は両国の関係がいかに格別なものであることを示していると同時に、友好関係の下で両国の国民のご期待に応えるべく両国の関係の発展と向上をいかに重視しているかとの認識を改めて確認できる機会となりました。ورغبتيهما في التغلب على التحديات المشتركة وتطوير التعاون التنموي من المجالات الحيوية، كما أود أن أؤكد استمرار تقدير مصر حكومة وشعبا لصداقتها مع اليابان. また両国が共に取り組んでいる課題の解決やいくつかの重要な分野における経済や開発の面での協力とその連携への両国の強い意志があることを示しています。またエジプトは官民ともに日本との友好関係に対する敬意を今後も続けていくことをここで改めてお伝えしたい次第です。واعتزازنا بمساهمة البلدين عبر تاريخهما العريق في إثراء الحضارة الإنسانية. また両国が
長い歴史にわたって人類の文明を豊かにすることにおいて大きな貢献をしてきたことを誇りとしています。لقد عكست مباحثاتي مع فخامة رئيس الوزراء شينزو إيبي ومع عدد من القيادات اليابانية حرصنا على تطوير التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي وإعطاء علاقتنا دفعة جديدة في مختلف المجالات التنموية وبصفة خاصة في مجالات التعليم والطاقة والنقل والتي تشهد هذه الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات بشأنها. 今回安倍総理大臣及び日本政府高官との間で行った協議では両国が経済分野での二国関係の発展や開発に関わる全分野とりわけ教育やエネルギー交通運輸などの諸分野における両国関係をさらに後押ししていくことで一致しました。もちろん今回の訪日中にもいくつかの合意文書の調印が行われることになっております。لعل التعاون الواعد بين البلدين في مجال التعليم وفي عدد من المشروعات الثقافية العملاقة يعد أحد أهم مجالات التعاون التي سوف تمثل نقلة نوعية في مستوى التعاون بين البلدين. 両国の間で最も期待される協力分野である教育や巨大文化事業は両国の関係において最も重要なもので、また協力レベルの面でも飛躍的な発展の実現につながっていくものだと考えています。同時にこうした関係が進むことによってまたさらに協力につながります。وتقدم نموذجا آخر لما يمكننا أن نحققه سويا في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 協力関係が進むことによって将来では経済や社会開発といった分野において両国の新たな協力関係の可能性を作り出すことにもつながります。وقد أكدت المباحثات التي أجريتها مع فخامة رئيس الوزراء شينزو إيبي استمرار تقارب رؤى البلدين تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية من واقع اشتراك مواقفنا الداعمة لجميع الجهود الخاصة بإحلال السلام والاستقرار حول العالم. 安倍総理大臣との間で行われた協議では両国が常に世界平和の実現とその安定を支援していく立場を共有している現状を踏まえて多くの国際問題や地域問題において双方の認識が一致しているのを確認することができました。وأود أن أخص بالذكر ما تطرقنا إليه في مباحثاتنا بشأن ضرورة مضاعفة جهودنا المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف الذي بات يهدد السلم والأمن الدوليين ويشكل خطرا لا يعرف الحدود أو يميز بين دولة وأخرى. 特に特定の地域や国境を越えて国際社会の平和と安全を脅かす存在にまでとなった現在のテロや過激思想の撲滅への対策において両国の連携とその取り組みを強化していくことで一致しました。كما تطرقت مباحثاتنا إلى عدد من الأزمات الدولية والإقليمية الملحة واتفقنا على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للعمل على التوصل لتسوية سياسية عادلة ومستدامة لهذه الأزمات. また私と安倍総理大臣との間で差し迫った現在のいくつかの国際や地域問題について協議が及び、それらの問題を持続可能なかつ公正な政治的手段による解決に向けて国際社会による努力を強化していくことで一致しました。ومواصلة تنسيق مواقف البلدين في إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك ولقد أصدرنا بيانا مشتركا يعكس ما تطرقنا إليه في المباحثات ويتضمن أهم نتائج هذه الزيارة المهمة التي نعتبرها إنجازا يليق بالبلدين العريقين. その上で国連や安全保障理事会の取り組みの下で共通となる問題において歩調を合わせ続けていくことで一致しました。また我々は日本政府とともに両国の関係にふさわしい今回の訪日の成果や首脳会談の協議内容などについて共同声明を発表しました。وأود ختاما أن أتوجه بالشكر مجددا إلى حكومة اليابان بقيادة فخامة رئيس الوزراء شينزو إيبي الذي ألمس وأقدر حرصه الشخصي على تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا الصديقين في مختلف المجالات. أشكركم على حسن الاستماع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 最後に友好国である日本とエジプトの両国関係をあらゆる分野において強化していくことにおいて常にご尽力されている安倍総理大臣閣下をはじめとして日本政府に改めて御礼申し上げます。皆様に平安がありますように。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。それで以上をもちまして、日本エジプト共同記者発表を終わらせていただきます。シュクランジャゼランラコム。وبهذا نختتم اللقاء الصحفي المشترك الياباني المصري.